ما أهمية العقيدة في حياة الأمم والشعوب؟ ولماذا شدد عدد من المفكرين الغربيين على أهمية المبادئ الدينية؟ كيف أثرت العقيدة في قيام دولة إسلامية قوية؟ وما طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه في انتشال المسلمين من تخلفهم وبعث نهضتهم؟ هل المسلمون اليوم بحاجة إلى تمثل عقيدتهم واقعاً عملياً؟ أم أن ما ينقصهم هو تصحيح عقدي يعود بهم إلى ما كان عليه أسلافهم في صدر الإسلام؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان أثر العقيدة في نهضة المسلمين.